العاصمة النرويجية أوسلو احتفلت بمعرض فني استثنائي. هذا المعرض بيسلط الضوء على أحد أبرز المعالم المعمارية والثقافية في مصر، وهي مكتبة الإسكندرية، نافذة مصر على العالم ونافذة العالم على مصر. المعرض تم افتتاحه عشان يقدم للجمهور الإعلامي لمحة شاملة عن الدور المحوري اللي بتلعبه المكتبة في الحياة الثقافية والاجتماعية في مصر وفي العالم العربي. في حدث ثقافي بارز احتفلت العاصمة النرويجية أوسلو بمعرض فني استثنائي يسلط الضوء على أحد أبرز المعالم المعمارية والثقافية في مصر، ألا وهو مكتبة الإسكندرية الجديدة، حيث افتتح معرض الناس ومكتبة الإسكندرية يوم 12 من سبتمبر 2024 فعاليته، والذي يقدم للجمهور العالمي لمحة شاملة عن الدور المحوري الذي تلعبه المكتبة في الحياة الثقافية والاجتماعية في مصر والعالم العربي. ويأتي هذا المعرض الفريد من نوعه ليكشف عن الجانب الهام لمكتبة الإسكندرية ويبرز تأثيرها العميق على حياة الأفراد والمجتمعات من خلال مجموعة غنية من الروايات الشخصية والصور الفوتوغرافية والمقابلات، ويستعرض قصصاً ملهمة لأشخاص من مختلف الأعمار والخلفيات وكيف ساهمت المكتبة في تشكيل رؤيتهم للعالم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم. وقام ممثلو مكتبة الإسكندرية بتقديم عرض شيق خلال افتتاح المعرض، سلطوا فيه الضوء على الدور المحوري للمكتبة في الحفاظ على التراث الثقافي المصري والعربي وتعزيز الحوار بين الحضارات، كما استعرضوا مختلف أقسام المكتبة وما تحتويه من مرافق متطورة مثل المراكز البحثية والمعارض والمتاحف، بالإضافة إلى المعامل المتنوعة والمكتبات المتخصصة. ويعتبر معرض الناس ومكتبة الإسكندرية في أوسلو خطوة هامة في جهود مكتبة الإسكندرية لنشر رسالتها وتأكيد مكانتها كأيقونة ثقافية عالمية، فقد نجح المعرض في تقديم صورة مشرقة عن المكتبة وكشف عن الدور الحيوي الذي تلعبه في بناء مجتمعات المعرفة. طبعا شيء مشرف جدا ومهم ان احنا يعني لما نلاقي محافل دولية زي ما هنتكلم على هذا المعرض الفني الاستثنائي اللي اقيم في أوسلو بتحتفل بقيمة زي مكتبة الإسكندرية، مهم جدا ان احنا كمان احنا نعرفها، لانه للأسف في بالفعل مننا عمره ما زار مكتبة الإسكندرية. صحيح. وحتى أولادنا لازم نعرفهم كمان على كل الأماكن التراثية والأماكن الثقافية المهمة جدا اللي موجودة عندنا.